أنشئت مدينة القاهرة في العصر الإسلامي على يد القائد جوهر الصقلي، وطلعت بدور مهم كمنارة من منارات الحضارة الإسلامية. لذلك تذخر مدينة القاهرة بالعديد من الآثار والمزارات الباقية شاهدا على مكانة هذه المدينة وعمرانها في العصور الإسلامية المتعاقبة. ومن أبرز الآثار الإسلامية في القاهرة جامع عمرو بن العاص، ويقع جامع عمرو بن العاص بالفسطاط بحي مصر القديمة، وهو أول جامع بني بمصر بعد أن فتحها عمرو بن العاص سنة 20 للهجرة الموافق سنة 641 ميلاديا. ومن بين الآثار الإسلامية الأسوار والبوابات الباقية بمدينة القاهرة، وهي النصر والفتوح وزويلة، إلى جانب البيوت الأثرية مثل بيت السحيمي والعمائر الدينية، وتشمل الجامع الأزهر وجامع الحاكم فضلا عن الجامع الأقمر ومسجد الصالح طلائع. من بين الآثار الإسلامية مسجد أحمد بن طولون، ويعتبر جامع أحمد بن طولون ثالث جامع أنشئ بمصر الإسلامية. وهناك قلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروفة باسم قلعة الجبل، إحدى أهم معالم القاهرة الإسلامية، وتقع في حي القلعة، وقد أقيمت على إحدى الربى المنفصلة عن جبل المقطم على مشارف مدينة القاهرة. وهناك مسجد الرفاعي، وهو توأم مسجد السلطان حسن المواجه له وشبيهه في الضخامة والارتفاع. أهلا بحضراتكم من جديد. ما زلنا مع السياحة والأثار، ومن أبرز أنواع السياحة طبعا السياحة اللي بتهتم بالأثار، السياحة الثقافية. وبالتالي لما بنتكلم على الأثار الإسلامية ده ضمن برضو اهتمامنا بالسياحة في هذه الحلقة. مصر زاخرة بأنواع الأثار الإسلامية المتنوعة منذ دخول عمرو بن العاص إلى مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، بعدها أنواع الدولة الإسلامية كلها، سواء الدولة العباسية، الأموية، الدولة الفاطمية، الحكم العثماني، كلهم كان لهم آثار معينة وكان لهم طرق في المعمار بتميز كل دولة عن الدولة الأخرى أو فترة الحكم الأخرى. خلينا النهاردة نتتبع أشهر الآثار الموجودة في مصر ونتكلم عن أنواع المعمار الإسلامي الموجود في مصر. حشرفنا الحديث عن هذا الموضوع الأستاذ حسن معوض، الباحث في الآثار والعمارة الإسلامية. أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بحضرتك أستاذ نال. بداية كده، يعني احنا كلمنا يعني في الفقرة اللي فاتت عن السياحة التراثية اللي علاقة بالتراث، هل في حاجة اسمها تراث إسلامي؟ معنى التراث الإسلامي؟ في البداية طبعا بشكر حضرتك على الدعوة الكريمة أستاذة نهلة. أنا بحب أبتدي طبعا بالمصطلح أو المفهوم. عندنا أول حاجة طبعا التراث. كلمة التراث هو مصطلح أو مسمى بيطلق على السجل الكامل للنشاط الإنساني الذي يقوم به في مجتمع ما، سواء كان هذا التراث مادي أو تراث معنوي، وده نتكلم عليه في التراث الإسلامي. طب بالنسبة للتراث الإسلامي، التراث الإسلامي هو كل ما له علاقة بالمسلمين، سواء كان هذا التراث مادي أو معنوي. طب يعني إيه تراث مادي ويعني إيه تراث معنوي؟ هنتكلم عن التراث المادي، والتراث المادي هو الملموس، بمعنى التراث المادي زي الآثار، المخطوطات، النصوص، المخطوطات والمخطوطات والآثار. أما بالنسبة للتراث المعنوي يتجسد في الحرف والفنون الشعبية والقصص والحكايات للسلاطين والملوك القدامى. ده بالنسبة للتراث الإسلامي. التراث الإسلامي طبعا في مصر بيحظو بشكل كبير جدا وبشكل اهتمام كبير جدا. طب احنا التراث الإسلامي ده يعني نحافظ عليه ازاي؟ يعني ايه هي الطرق الحفاظ على التراث الإسلامي لسرد حكايات والآثار والحضارة الإسلامية السابقة؟ اول حاجة عندنا طبعا لازم نهتم بالآثار، بان احنا نضع وضع مناهج سلسة تساعد الطلبة والدارسين على تلقي الحضارات السابقة. في المناهج التدريسية بالفعل موجودة، لكن أتمنى أن تكون بشكل سلس وبشكل
قصصي يعني. احنا عندنا يعني مناهج التاريخ، بس مناهج التاريخ حضرتك شايفه انها جافه بعض الشيء، لازم ترتبط بان احنا نروح الاماكن السياحيه نعينها، يكون لنا انشطه فيها. صحيح. وبالتالي ده نوع من انواع الحفاظ على التراث، لانه هيبقى عالقا في اذهان المواطنين ويقدروا يعرفوا قيمته فيتعاملوا معاه بشكل صحيح. صحيح. يعني انا كنت في كليه الاثار جامعه الفيوم، كان طبعا كل اسبوع بيتم زياره اماكن اثريه التي تم دراستها خلال الاسبوع يعني. فبالتالي كان الموضوع سهل، سهل تقبل المعلومة والحفاظ على المعلومة وتعزيز روح الوعي الأثري وبالخاص الإسلامي. تاني نقطة معينة في الحفاظ على طرق الحفاظ على التراث الإسلامي، تاني حاجة متابعة الآثار الإسلامية أو المنشآت التراثية المؤهلة للسقوط. يعني يكون في متابعة مستمرة وسجلات تخطط لترميم أثر معين. يعني لو في أثر عندنا معين بيعاني من فقد شيء معين أو حاجة معينة، بيتم متابعته بشكل مخطط. ثالث حاجة عندنا طبعا استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. يعني النقطة الثانية دي نقطة مهمة، لأنه أحيانا بكل أسف بنعدي على مباني أثرية. صحيح. زي مثلا أزبيلة أو ما نبقاش عارفين قيمتها، ونلاقي حولها كم كبير من القمامة. صحيح. ومتسولين قاعدين. صحيح. للأسف الشديد، ونكتشف بعد كده أن سبيل فلان الفلاني اللي هو مهم جدا، أو أن دي المنطقة اللي كان فيها الحوض اللي بيشرب منه الجيش القادم من الحتة الفلانية، وبالتالي ده معناه أن الأثر مش مسجل، ولا انه اهمل بعض الشيء ومحتاج اعاده الاثار. الاثار ليست مهمله في مصر بشكل الى حد ما. هو نقدر نقول قله اهتمام، او يعني انا اتمنى ان يكون في اهتمام زياده. يعني الاهتمام موجود، لكن اتمنى ان يكون بشكل مزود في بعض الاثار او بعض الاثار المنوعه في مصر. ايضا حابب اذكر لحضرتك، وده نقطه مهمه جدا، الاهتمام بالتراث المعنوي. يعني مش بس ان احنا نهتم بالاثار الموجوده على ارض الواقع في الشارع المصري او في مصر. التراث المعنوي هو ما يجسد الحضارات السابقه في شكل معنوي. بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي جبت مسلسل تاريخي بيرصد نوع معين من الملابس، بيرصد نوع معين من العادات، التقاليد، طريقه التحدث، شكل العناصر المعماريه الموجوده عندي في المبنى نفسه او التي يحاكى فيها المسلسل التاريخي. ده بيساعد اكتر على الوعي، بيساعد اكتر على وجود نوع من الوعي الاثري وبالاخص الحفاظ على التراث الاسلامي. ويعني زي ما عندنا مثلا كمان طريقة تانية، الدولة الفاطمية اللي الناس قالت انها دولة شيعية فبدعة وغيره، لكن المصريين محتفظين جدا ببعض العادات دي. صحيح. زي الكنافة والقطايف وكحك العيد. صحيح. وكل الحاجات دي ما هي يعني نشاط انساني قام به مسلمون. صحيح. ايما كانت الطائفة اللي بتنتمي اليه، وبالتالي يعد من انواع التراث اللي ممكن نحافظ عليه والعادات والتقاليد. ده كان تراث اصلا من الدولة الفاطمية، وطبعا الدولة الفاطمية خدت فترة طويلة جدا في مصر. يعني عندنا السلطان صلاح الدين الايوبي لما قضى على الدولة الفاطمية في مصر 567 هجريا، يقال انه كان بيبيع الاثار او كان بيبيع الحاجات اللي هي تابعه للدوله الفاطميه لمده 10 سنوات او 10 اعوام. يعني ده دليل على ان الدوله الفاطميه سابت تراث يعني حاجه كبيره جدا موجوده في مصر عندنا. احب برضو اكمل لحضرتك برضو من طرق الحفاظ، وده حاجه مهمه جدا، اقامه المؤتمرات والندوات الثقافيه لاظهار ما وصلت اليه العماره الاسلاميه او التراث الاسلامي في مصر. ده بيساعد جدا على زياده الوعي ايضا، سواء على هيكله النظام الشخصي او هيكله المجتمع المصري. طيب احنا عاوزين نتكلم بقى عن يعني العماره الاسلاميه. تمام. هل في حاجه اسمها العماره الاسلاميه لها اشكال او موتيفات معينه بتتكرر في الابنيه الاسلاميه، وايه اهم انواع العماره اللي اهتم بها المسلمين؟ تمام. في البدايه طبعا عايزين نعرف يعني ايه برضه عماره اسلاميه. العماره الاسلاميه هو كل ما قام به المسلمون في تشييد وبناء. هذا البناء الذي يحاكي عصر معين. بمعنى ايه؟ العماره الاسلاميه تقسمت لعصور مش سرد عصر معين. بمعنى عندنا اول عصر الولاه، والعصر ده كان من 1 هجريا ل 11 هجريا. بعد كده عندنا عصر الخلفاء الراشدين، والعصر ده من 11 هجريا ل 40 هجريا او 39 هجريا. عندنا بعد كده العصر الاموي، هذا العصر هو يعتبر بدايه ظهور العماره الاسلاميه او الشكل المعماري، على الرغم انه كان في تاثيرات من بره، بس كان بدايه العماره الاسلاميه. عندنا برضو العصر العباسي، والعصر العباسي ده كان بيمتد من 132 هجريا ل 656 هجريا، ويعد هذا العصر اكبر العصور الاسلاميه بعد العصر المملوكي والعثماني. هذا العصر دخلت فيه دولتين نظرا لضعفه. العصر ده كان فيه دولتين، الدوله الفاطميه اللي قلت حضرتك عليها، وقضت عليها الدوله الايوبيه. هيظهر عندنا بعد كده العصر المملوكي، أو هذا العصر الذي يمتد ما بين 656 هجريا إلى 648 هجريا إلى 923 هجريا. المملوكي ده كان مملوكي بحري ومملوكي شركسي. بعد كده هيظهر عندنا العصر العثماني، هذا العصر العثماني الذي يمتد من
923 هجريا 1517 ميلاديا الى 1924 هجريا وانتهى الخلافه العثمانيه في مصر. طيب حضرتك ذكرتي يعني ايه انواع العماره الاسلاميه في مصر؟ هل هي كما يعتقد البعض العماره الاسلاميه في مصر هي عماره المساجد فقط، ام عماره الاسبله، ام عماره الكتاتيب او المدارس؟ لا، اتقسمت العماره الاسلاميه عندنا بشكل جميل جدا. يعني هنلاقي عندنا مثلا العماره الدينيه، وده بيطلق عليها او تحت مسمى عماره المساجد، وكان طبعا الغرض منها العباده. عمارة المساجد عندنا في مصر، بعض الناس بيعتقد أن العمارة الإسلامية في مصر تتجسد في شكل المسجد الذي هو عبارة عن صحن أوسط وأربع أروقة. أروقة ومساحة مستطيلة بيمتد فيه عدد من الأعمدة والعقود التي تحمل سقف المنشأة. لا، التخطيط عندنا بتاعة المساجد اتنوع، كان ثلاث أنواع. التخطيط الإيواني عبارة عن إيوانات، وهنقول يعني إيوان أصلاً. التخطيط ذو الاروقه، والتخطيط الوافد. التخطيط الوافد ده كان جاي من بره، كان جاي علينا من بره، مش محلي، من مصر، مش من ابداع مصري. والتخطيط الوافد ده ظهر في مسجد محمد علي في القلعه، وده عباره عن بيت صلاه وحرم بره. طيب بالنسبه بقى لتاني نوع من العماره الاسلاميه، لا عندنا العماره الخيريه اللي حضرتك ذكرتيها، عماره الاسبله. والسبيل ده كان الغرض منه سقيه المره، يعني سقيه الناس اللي كانوا بيعدوا من قدام السبيل كان بيشرب منه. هل بس كانت الأسبلة الغرض منها سقية المرة؟ لا، كان الغرض منها أيضا سقية الدواب. نعم. بمعنى يعني واحد دلوقتي مثلا معدي على سبيل فبيشرب منه، اتبقى مثلا، يعني تخيلي ثقة أو وظيفة العمارة الإسلامية إن اتبقى منه شوية مية مثلا في الكوباية، يعني البعض بيرميهم مثلا. لا، أعمال مجرى أو فتحة تحت في السبيل في المربع الأسفل، بعد ما ينتهي بيحطوا فين؟ بيحطوا في الفتحة دي، بيعدل سكة الدواب، بيعدي الدواب الحصان مثلا او ايا كان بيشرب منه. فبالتالي هو وظف المجرى دي او الحاجه دي في وظيفه تانية. برضو عندنا نوع اخر، العماره التعليميه، ودي تجسدت في المدارس والكتاتيب. المدارس عندنا دره العماره الاسلاميه ومنبر المدارس الاسلاميه في مصر هي مدرسه الناصر محمد بن قلون، زي ما ذكرها الاستاذ طارق في التقرير. مدرسة السلطان حسن، لأن هي اتبنت سنة 757 هجريا ل 764 هجريا. المدرسة دي اتبنت ليه؟ المدرسة دي كان الغرض منها ترسيخ الدين الإسلامي والأحاديث النبوية الشريفة. هنلاحظ من تخطيطها إن هي بتتكون من صحن أوسط مكشوف وأربع إيوانات. يعني إيه إيوان؟ الإيوان هو عبارة عن غرفة حضرتك جبت جانب رابع وفتحتيه، فبالتالي اصبح عندي ثلاث جوانب مقفولين وجانب مفتوح، ده ايوان. كان الغرض منه الاربع اوابين هو تدريس المذاهب الاربعه، المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والحنفي والمالكي. وده دليل على انفتاح مصر ومن زمان ان هي عندها تسامح، ويعني ما فيش تعصب لمذهب معين. صحيح. فكان فكره ان الاربع مذاهب موجودين في كل المساجد والمدارس ده شيء رائع جدا. ايضا برضو على عماره المسجد، يعني بعض الناس يعتقد مثلا ان المسجد ليه هيكل معين. المدرسه كانت بتقوم بوظيفتين، وظيفه المدرسه وهي التدريس ووظيفه الصلاه. وطبعا يعني نلاحظ حاجه غريبه جدا في عماره هذه المدرسه، ان المدرسه دي تعد من عجائب الدنيا السبعه كما ذكر المقريزي. المدرسه دي كان عليها من فوق اربع مآذن، كانت في مأذنه معينه على وجهه المسجد، مدرسه السلطان حسن. أيوه. كان في مأذنه تعلو الواجهه كانت تسقط، يعني كل ما يبنوها كانت بتسقط. قال عنها المقريزي انها كانت سوف تصبح من عجائب الدنيا السبعه لولا سقوط المأذنه على الواجهه. يعني انبهار، هي دره العماره الاسلاميه ربما عملوها اكبر من اللازم جدا للمباهاه بيها، شاطره جدا وممتعه. يعني حضرتك اصلا لو شفتيها على ارض الواقع هي حاجه في غايه الجمال وفي غايه منبر المدارس في مصر وفي العالم اجمع، يعد تعتبر يعني. ايضا عندنا في عماره، في انواع العماره، العماره الحربيه، وده طبعا نوع مهم جدا من انواع العماره اللي بيتجسد في قلعه صلاح. صحيح. قلعه صلاح الدين الايوبي، لان هي يعني شكلها بضخامة الأسوار وبضخامة المبنى وعلوها، كما قلت لك عليها أيضا قلعة الجبل. يعني هو بناها أصلا كشكل معماري بالشكل ده عشان تأخذ الجانب الحربي. وتعتبر أيضا ظلت قلعة صلاح الدين الأيوبي مقرا للحكم حتى بناء قصر عابدين، فبالتالي أخذت الجانب الحربي. بالنسبة أيضا في عمائر طبعا كتير جدا، العمارة الجنائزية طبعا عندنا زي ضريح الإمام الشافعي موجود في مصر، ده العمارة الجنائزية الأضرحة. أيضا برضو أحب أوضح لحضرتك أن في مصر عامة يعني موجود عدد من المتاحف بتصخر بالعديد من الآثار، سواء كانت الآثار المصرية أو الآثار اليونانية أو الآثار الإسلامية.
أتمنى المتاحف أيضا برضو تنويع طرق العرض وتنويع طرق التحف الأثرية بحيث يسهل على الداخل إلى هذا المتحف الاهتمام أو زيادة الوعي عنده وما يتعقدش هو داخل المتحف. يعني بعض الناس هو داخل المتحف مثلا متحف الفن الإسلامي يبقى داخل بيطلع منه مش فاهم حاجة أو يقولك مثلا أنا حسيت أنا ما استفدتش حاجة. هو لازم يكون في مرشد سياحي متخصص بيساعدنا كتير، لكن لو احنا حتى تركنا للوحات الإرشادية لوحدها برضه مش كافي علينا. صحيح. الحقيقة إن احنا النهاردة استمتعنا بالإطلالة دي على يعني العمارة الإسلامية وأشكالها وأنواعها في مصر، بالإضافة لأن احنا ما زلنا في مصر بنحتفظ بمتاحف إسلامية مفتوحة زي شارع المعز اللي فيه كل أنواع الحراك ذكرتها بقى تقريبا ما عدا القلاع، ففي المساجد وفي المدارس وفي الازبله والبيمارستان كمان بالقرب منه. انا بشكر وجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا للاستاذ حسن معوض الباحث في الاثار والعماره الاسلاميه، شكرا جزيلا لحضرتك. ربنا يخليك، شكرا لحضرتك. يعني بعد الفقرات دي مصر جميله، ما عندناش حاجه نقدر نقولها غير ان مصر جميله وستظل جميله، جميله بشعبها، جميله باثارها، جميله بفنونها، جميله بقواها الناعمه اللي احنا لازم نحافظ عليها، لان هي دي سبب وجود مصر ومكانتها في العالم كله، مش أي سبب آخر. القوى الناعمة لمصر، الأدب والفن والعمارة وكل الحاجات الحلوة اللي الناس بتقدرها موجودة في مصرنا الجميلة. بشكركم، غدا إن شاء الله حلقة جديدة. كل لون أو دين يا مصر شعبنا، مسلم مسيحي قلب واحد كلنا، احنا اللي وحدنا الإله حبك ده مفتاح الحياة، اسمك وبس نبض روحنا وعشقنا. هي دي مصر.